الشوط الثامن الذي انطلق في هذه اللحظات، شوط القاعدين المعجنات لسن الكاية، المركز الأول والصدارة مباشرة. أرى هناك من يتقدم مبعد، مملوك لسعيد بن سهيل اليابوني الظاهري، من بدأ يتقدم بهذا الأداء وبهذا الشكل الجميل. النقلة في المركز الثاني، هناك أيضا من بدأ يتقدم في المركز الثاني من قبل رصاد لمحمد بن علي بن راشد الاكتبي، بينما أداء آخر وتقدم آخر من قبل الذي تقدم في هذه اللحظات، هناك دخول من قبل مشاهدينا، هناك رصاد آخر وبدأ يتقدم، هنا أيضا دخول آخر في هذه اللحظات من قبل عنيد لسيف بن مطر بن محمد النيادي، بينما من الجانب الآخر أيضا تقدم من عمق الميدان واندفاع في هذه اللحظات ومتابعة قوية، وصول من هناك غياب لمحمد بن مطر بن سعيد بن مطر المهيري، وصل من عمق الميدان وأخذ موقع جميل للانطلاق، بينما شعار آخر يتدخل في هذه اللحظات إلى المركز الخامس، حيث يتدخل وينطلق في هذه اللحظات من الناحية الأخرى مشاهدينا في كل مكان. هناك شعار عبد الله بن عمر بن بخيت المنصوري الذي يتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا في كل مكان، بينما شوفوا الأداء جميل والانطلاق من الجانب الآخر في هذه اللحظات شاهين لناصر بن سليم بن الصغير الوهيبي الذي أيضا دخل وتسلل وانطلق إلى مركز متقدم. والمركز السابع، هنا دخول آخر وتقدم آخر، شوفوا اللي قادم في هذه اللحظات والتسللات من كل حد وصوب، هنا شاهين لمطر بن الضعيف بن حمد بن غدير بإشعار المهندس، بدأ يتقدم الآخر، ولكن هناك الدخول وهناك أيضا الوصول مشاهدي الأعزاء في المركز الخامس. الآن تسلل آخر واندفاع وعودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، عودة إلى الذي وصل وغاد الشوط في هذه اللحظات وانتقل نقلة جميلة. يا سلام على أداء، هناك الدخول من قبل غياض لمحمد بن مطر بن سعيد بن مطر المهيري، بدأ يتقدم من الجانب الآخر ووصول من الجانب الدوني، شوف التسللات من كل حد وصول، أداء جميل مرة أخرى. يعود هنا مشاهد الأعزاء مبعد لسعيد بن سهيل اليابوني الظاهري، ولكن شوف اللي وصل، شوف الأسد أو شوف براق، براق لعلي بن محمد بن حمد الفهيد المري اللي قادم بالشعار الأخضر بنجوم مع الأبيض، بدأ يتقدم الضيف في ميدان سويحان، بدأ يقترب من السيارة. الله، كيل وين باقي، كيل وين باقي يا شباب، اللي بيقرب حيد حي الله. مشاهدينا هناك وصول، هناك تقدم، ومن الجانب الدوني اللي وصل مع الفهيدة، هنا بدأ يتقدم الآخر، ما شاء الله وتبارك الرحمن، رصاد لمحمد بن علي بن راشد الاكتبي بدأ يتقدم، وأيضا هناك دخول وتقدم آخر من عمق الميدان كمان، وتابع الذيب، الذيب لمحمد بن راشد بن محمد الهاملي، بدأ يوصل وبدأ يوصل الآخر، أسد لسيف بن علي بن عبد الله النيادي، شوف الشوط، شوف الأداء، الله يا الهواري على اللقطة مع ياسر الرياضية، شوف اللي بدأ يخترق شعار بن زيتون اللي ما جبنا له طاري، اللي جاب له عمر الطاري، الله، شوفوا الشوط يسير مع هناك مشغل لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، راعي الإنجازات، راعي هنا مشاهدينا الأعزاء التتويج، ما شاء الله وصل شعار الدكتور، وصل شعار علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي من عمق الميدان من الجانب الدوني، الأسد لسيف بن علي بن عبد الله النيادي، الكل واصل والأداء جميل. شوفوا أيضا هنا وصول آخر من مبهر لسعيد بن محمد بن حسن بن ثيمة، بدأ يتقدم، قدم يا الجمري، خلنا نرى من عقب الزيتون والشوط الله على الشوط، الله على الشوط، شوفوا، شوفوا القاعدين ايش نسوي هنا الاعداء، وشوفوا الانقضاض، هناك وصل من وصل، شوفوا هناك القدوم من الفارس لمحمد بن ناصر بن سالم بن حفيظ المري، ولكن شعار هناك الدكتور اللي وصل من
مع أداء جميل يقدم لكم في هذه اللحظات. الله يعني أبو سلطان بن رشيد الاتبي يبحث عن النقطة الثانية أو الثالثة، يبحث عن الهاتريك ما شاء الله. وشوف اللي وصل، شوف الجانب الدوني علي محمد بن حمد الفهيد المري بدأ قادر، ولكن من قادر؟ مين من قادر؟ الدكتور الأصايل علي بن سلطان بن رشيد اللي بدأ يجر الشوط. الله والهاتريك، الهاتريك مع دكتور الأصايل، الهاتريك مع دكتور الأصايل يتقدم بهذا الشعار عبيد بن سلطان بن علي الاكتبي. يا السلام على أداء، هنياكم يا العوير، سلام للعوير، سلام، أحلى تحية واحترام، شكرا لعلي بن سلطان بن رشيد، وتهانينا لعبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي بهذا الفوز الجميل مع ثمين بالفعل المركز الثاني. حتى الرحال لمح البصر وسهيل علي بن محمد بن حمد الفهيد المري براك المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثاني مشاهدينا لمح البصر نسيل بن مبارك بن رميل العامري فاجأنا في اللحظات الأخيرة، والمركز الثالث اللي وصل كان متواجدا بالرقم 55 لحمدان بن محمد بن خليفة بن الهول المهيري، بينما المركز الخامس، المركز الخامس كان متواجد براق لعلي بن محمد بن حمد الفهيدة المري، المركز الرابع والمركز الخامس بالرقم 92. المفاجآت قوية والشوط كان قوي مشاهدينا. هناك أيضا محمد بن حمد الخويتي من حامري، 7 دقائق 27 ثانية وفاء وتماما كان هو مشاهدي الأعزاء الأداء الجميل مع ثمين لعبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي، قدم لنا الهاتريك لهاني العوير. المركز الثاني 7 دقائق 29 8 أجزاء من الثانية كان التواجد للمح البصر في اللحظات الأخيرة لسهيل بن مبارك بن رميل العامري، ما قصر الله يقول الحق. بينما المركز الثالث، المركز الثالث التوقيت الزمني 7 دقائق 31 9 أجزاء من الثانية كان أداء جميل مشاهد الأعزاء بالرقم 55 رايق لحمدان بن محمد بن خليفة المهيري، والناموس لكل الفائزين. أيها الحبل.